أديب العلماء وعالم الأدباء مفخرة الجزائر الإمام الثائر. سفيرة للغة الضاد صدحت رونق بأحرفها في أرض مصر، قدمت من بلد الشهداء لتنال الوصافة في التحدث باللغة العربية وتتميز في إلقاء الشعر. تحضير عبارة عن تحضير بسيط لفيديو لا يتجاوز 5 دقائق، أعرض فيه المهارات المطلوبة لهذه المنافسة في إلقاء الشعر والتحدث باللغة العربية الفصحى. من عتين بأفضل الصفات وعلى أتباعهم ومن نحى نحوهم. أنا فخور جدا أن أكون وليا وأبا لمثل هذا النموذج الذي نراه اليوم. فرحة التألق لا تحتاج كلمات للوصف، فالشابة عروس الخطابة تزف أبيات الشعر، فكان لسانها العربي حجتها للتواجد في قلب القاهرة. قلت رونق، لم أصدق، أكملت أصور والدي يقول أنهم يقولون اسمك، يقولون اسمك، وأنا لم أصدق، أكملت أصور، لم أصدقه إطلاقا. ثم يقول رونق فريد عبد العزيز عباس، وأنا متفاجئة. ثم قالت الجزائر، وبدأت الناس تصفق وينادون أين هي أين هي، لأني بعد الخطبة كنت متوترة لدرجة أني غيرت مكاني وجلست في مكان بعيد. واجهتكم التحديات، فذلك هو السبب الذي سيشجعكم أكثر من أجل تحقيق الإنجاز. لا يمكن أن تحقق إنجاز من دون أن تكون أمامك تحديات. ذلك الفوز العظيم، لبسنا العلم الوطني، كان إهداء للشهداء الذين ضحوا من أجل هذه البلاد، لكل من قاوم من أجل هذه البلاد، لكل من عرف فعلا معنى أن تكون، أن تمثل الجزائر، معنى الجزائر فعلا هذا الوطن العظيم. 5 دقائق غردت فيها رونق بلغة الضاد كانت كفيلة لتنال تاج التشريف، وبرهنت أن بنات الجزائر نجمات تسطع عاليا مع كل تتويج لتشريف الراية الوطنية.